السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة اليوم على موضوع المسابقة، إن شاء الله خلال أيام راح أعلن عنها، لكن أنا قاعد أعطيكم وقت. اللي ما عنده أكاونت يسوي له أكاونت ويضيفني في الإنستغرام، والشياب خلي عيالكم يعلموكم شلون الطريقة، لأن المسابقة راح تكون عبارة عن حل لغز للجريمة. فراح نسوي مسرح للجريمة وراح نحط موقع علشان اللي بيحضر يشوف الموقع الجريمة بنفسه ويشوف الأدلة، وكذلك راح نصور الأدلة واللوكيشن بالكامل ونحطها في الانستغرام علشان اللي بيشارك من خارج الكويت أو من داخل الكويت. فتعطوني فرصة لين يخلص اللوكيشن، وكذلك أعطيكم فرصة علشان تضيفوني في الانستغرام، وأقبل الإضافات لأني أنا حاط الأكاونت خاص، لازم أنا أقبل الإضافات، لكن أنا قاعد أقبل بشكل يعني سريع ودائما أدخل وأسوي الإضافات. أحب أعلق على قضية الولد الكويتي اللي اعتنق الديانة اللي في إسرائيل. أنا ما بقول اسم الديانة لسياسة اليوتيوب. المهم بالعربي كل مجتمع تلقى فيه الرقلة، تلقى فيه الصيدة، تلقى فيه الفيلم، تلقى فيه اللي ناقصة ربيته، يعني ناقص عقله. والسوشيال ميديا أكبر دليل. الرقلات يطلعون، ترى يصير أراغوز ولا يجيب زوجته وزوجته تسأل إيش رايك فيني، يقول لها أوف إيش حالاتك، وهو يصور لنا إحنا ويقول لها أوف بذمتكم هذا يعني مو رقلة، لا تقولي هذا صاحي، لا مو صاحي، هذا رقلة. وبغض النظر انه ديوث طبعا حشاكم، لكن كذلك هذا رقلة، هذا مو فاهم شو السالفة، هذا مو عارف شنو يعني معنات اصلا شيء اسمه رجولة وكرامة ما عنده. ففي نوعيات كثيرة ترى رقلات. وكذلك صنقور، هذا اللي الحين يقول انا والله اقتنعت بهالديانة، انا متاكد انه جحش وما يفهم اصلا. لو يفهم ما في شيء اسمه والله انا اقتنعت بكتابهم، لان كتابهم كله محرف. ومستانس والله حاط لي الربطات على راسه ولاف لي لفه بالفيديو هذا اللي طلع له، قسم بالله شكله مسخره بكل المقاييس صراحه. يعني فما يقدر يعني هذا يقول انا لازم اطلع بشيء جديد عشان انشهر. خلاص يعني حشاكم السفله سووا كل الأساليب، اللي طلع زوجته واللي صور زوجته وإيه قاعد تولد، واللي قاعد تصور عيالها يراقصون ويناقزون، اللي قامت تنشر إنها متزوجة عرفي، واللي ما البلاوي اللي قاعد تشوفونها السفل هذول. فهذا المسكين ما لحق على الصياح، طلع فكرة جديدة يبي ينشر بس فكرة جديدة، لكن المسكين ما عرف انه خسر الدنيا والآخرة. يعني احنا ما عندنا مشكلة بالطقاق طقه يخليه يروح ويصير اسرائيلي، ما عندنا اي مشكلة، وعساه ما يرد ولا فارقه ويانا قسم بالله. واحنا بالقانون الكويتي الحمد لله بالدستور اي واحد يعتنق هالديانة هذه على طول تسحب جنسيته، يعني بالطقاق ما عندنا مشكلة اصلا، يعني مو نجنس مكانه 10، يعني شنو المشكلة، يعني شنو هالسفل هذا، وهو منه مفكر ولا عبقري ولا شنو، ما له أي قيمة عندنا أصلا ولا نهتم فيه. فأتركوا عنكم عادي، شنو لا تضايقون، لو يطلعون 100 واحد بعد وراه ما عندنا مشكلة، يلا يروح ما يرد عادي ما عندنا مشكلة. فهذا ما يسيء لنا ولا يسيء أصلا للعرب بشكل عام ولا يسيء للإسلام أصلا. شكثر يعني ارتدوا عن الإسلام من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، شكثر ارتدوا شنو المشكلة يعني بالطقاق. مع قصة اليوم اللي حصلت في تبوك في 2014، في أحد الأعراس اللي أقيمت في تبوك، وصل بلاغ لرجال الأمن أن في جريمة قتل. طاروا رجال الأمن حق العرس شو السالفة، ولا قالوا في بداية البلاغ، وهذا اللي انشروه يعني بعض المواقع الإخبارية، أن أبو العروس رفض أن شقيق
المعرس يدخل صالة الحريم علشان يعني يزف أخوه إلى يعني الكوشة اللي فيها العروس. فصارت مشادة بين أبو العروسة وشقيق المعرس، فقام أبو العروسة وأطلق النار عليه. لما حضروا رجال الأمن وانقلوه المستشفى وكذا، الرجال توفى على طول، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن التفاصيل ما كانت مثل ما هي، ودائما بلاغ الأول هذا ما تعتمد عليه أبدا إلا لما تحقق بالقضية. السالفة طلعت مغايرة ومختلفة كليا عما ذكر. السالفة ما فيها عرس، رجل تزوج بنت أحد الأشخاص، وهذا أصلا يكسير عم أخوه، يعني أخوه كذلك ما أخذ بنت الرجال، فقام أخوه وصار عديلة، أقاموا العرس في تبوك في 2014. لكن بين أن الأبو هذا شوي راعي مشاكل شوي. لما جاء الوقت اللي ينقلون المعرس من صالة الرجال إلى صالة النساء علشان يدخل أهو ياخذ زوجته، أبو العروسة قال أنا أدخل وياه، أخو المعرس اللي رفض، يعني عكس ما روى في بداية البلاغ، قال لا ما تدخل، ما يصير حريمنا داخل، واسمح لنا صدق أنت عم حين عم أخوي، لكن رجاء ممنوع أنك تدخل على الحريم. قال لا أنا أبو العروسة وأنا عمه وأنا بدخل. قال لا ما تدخل. منك صار شد، صار بينهم ضرب بين عم المعرس وأخو المعرس. المهم تطور الموضوع إلى مدة إيد وضرب وكذا، وبنفس اللحظة راحوا للمخفر. المخفر كتبهم على تعهد وهداهم وكذا، ورجعوا مرة ثانية علشان يكملون العرس، ما يبون يخربون الدنيا وكذا، والمخفر تساهل معاهم علشان العرس قائم. يعني ارجعوا على طول للعرس، قاموا اخوان المعرس وشكلوا نفس الفرقة، اثنين يوقفون عند باب الرجال واثنين يوقفون عند باب الحريم من الخلف علشان يتأكدون ان ما حد يدخل. ويجيك ابو المعرس مرة ثانية، ابي ادخل، قالوا لا لا اسمح لنا ما تدخل. قام لمنو؟ اخو المعرس اللي صارت بينه وبينه ضرب من اقل من ساعتين ثلاثة، قال للحين انت مصمم منك تجيب المشاكل؟ والله علي الطلاق الا لا ادخل. قال له اخو المعرس علي الملازيم انك ما تدخل. يا ولد عين خير، يا ولد هدي. قام ابو المعرس وجاب سلاح، عنده كلاش كان يربي فيه بعرس، ويطلق النار على اخو المعرس، وسبحان الله تجي الطلقة في بطنه لكنها طلعت من الخلف وتستقر في بطن ولده، ولده المسكين اللي قاعد يفرق بين ابوه وبين هالنسيب هذا المسكين. مالكم بالطويلة، على طول شالوا اخو المعرس وكذلك ولد اللي اطلق النار ودهم مستشفى. المسكين اخو المعرس توفى، والثاني الله سلمه من الموضوع، وتم القاء القبض على والد العروس اللي اعترف بالجريمة بالكامل. المفارقات في القضية هذه ان المعرس بعد ما حصل اللي حصل وكذا ما دخل زوجته في الموضوع، وقال البنت ما لها اي ذنب في اللي ارتكبه ابوها. ولا وعلى فكرة هم ماخذين البنت الثانية، يعني هو واخوه ماخذين خوات، واللي انقتل اخوهم الثالث، مع ذلك حياتهم مستقرة، ولا حملوا زوجاتهم ذنب ابوهم اللي قتل شقيقهم. وتم الحكم عليه في اول درجة بالقصاص، لكن بعدين تم التنازل عنه على حسب ما وصلني يعني. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.